الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب صلاة الكسوف. كتاب كان عمدة الأحكام أي نكوجرني للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. باب صلاة الكسوف. كسوف وقرح مذوباتك. خسوف هذه اللي هو خاء لقدر يجانا وضيح ومذوباته. من نوا كاف من نوا خاء كاف مركل اللي هو قرح ذا. هدي خاء لقد دغنا وا ديا حويان هدي ميد كود لا شيغا ككل معنيه سي و كجرا او ككل وا لميد ويان هدي هاد هلكن و خيو شيخ باب صلاه الكسوف والخسوف مد هنا كسوف كليو شيغي مر هدو كسوف شيغي خسوف كينا وا كجرا وي معنيهدو مخيل وا اسكو حكم ويان لبدوا قرخدو او مذوباتا و آية من آيات الله جل وعلا. إلهي آيات كي سواوين كمدة شريعة الإسلام كو وحينا أمرتي وحينا أمرتينا واتنبق عليه الصلاة والسلام وإنوت المامي دونه إنتا هورتيت سيهدي أينو إسوي دينو محاكينا محاينو قنكرتا ملو أغانكرا وحيابا نوع عاصو كلا علميا والغو أغانكرا نبمالها وح غيب أما وانا وريقن الدنيا دا أمرنا قرحد السور دح جليسو بشي يو لولكو كلا دح جليو قرحدي يو 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 يضيحه ورجع نوع عصو كلا مرنا كينا يقرحد ومذوبات مرنا كينا يضيحه ومذوبات حساب ملقوه وجان كره حساب ولقوه وجان كره نبمله ويورجع ويعني ما يراها يكون مريسان يعني وحي لمدة وح غيب أماه سيد علماء الإسلام كي يراهذين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لكن دعيتان كان نوع عاس باوحي هي آية من آيات الله جل وعلا إن تسينا يا آيات كلاهي إواوين جل وعلا تاسا مركا وحي أباهانتا هي سيد النبي قشيقا عليه الصلاة والسلام إلا سميه حيا لحل وحا إيمان دونا إن لو دبال دقو دوتكو إداوذان ما حيا لحل وحا إيمان يسيدو إلهي إنو الشيقي إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وحو نبال الدادين دونا إفتيمكو أي بيلي دونان قرحدني أي نقول يسوع جراني رماشة إسكت الله إفتين عن اللهين وحب اللهين كل اللهين وحب اللهين قر ضي حين وسيد السكر نقول يحدقها يود الضادن دونان مركو آية من آيات الله وحلا جبقة ويان تلو محل جبال الجوجا مسلم الجوجا إلهي باقرني سبحانه وتعالى مرك تاسا وحي كين يسائنا ينبقنه أو أين نود بالدجن أرنتك لا إسويدين تلا وحي تاي وحي آمين سنين جاهلية ذهوره مر هدو داي حمدوباده اما قرخدو اي مدوباتو ارين وين با دحايس او مخاي نوقن كرتا وهي نوقن كرتا قف اوداي اها او لغا مارمان اها انو دينتو وهي نوقن كرايسا قف انو دشو اما بلايا دحايسا اما مصايب يا بلا وخبا دحايا وخلان ماها تامر كان نبي عليه الصلاه والسلام وكا هورتغي تيو هدا اي ددكو امين سنايين iyo waxa isku soo aaday maalintii wiilkii nabiga dhintay (alayhi salaatu wasalaam) waxaagi wax lagu darbay noqotay marka intii yareed ee dadku ay aaminsanaayeen way la soo baxeen waxay yiraahdeen qorraxdu waxay u madoobaatay wiilkii nabiga dhintay maanta masaa'ib weeye hadalka marka hadal laga aamusi karayo maaha maxay la caqiidada ummadu taabanaya nabigu (alayhi salaatu wasalaam) sida ugu dhaqsaha badan waa inuu u radiyo arrinta ayada ummada markaa taagan ee saxaabada ah iyo inta iman doontana darsi la siiyo oo la yiraahdo hawsha sidaa ma aha ogaada waxani waa aya min aayati illahi kamid ah laakiin shaqakum laha qof nolosha iyo geeridii toona innaba ha yaraatee marka arintii way isku soo hagaagtay waa nicma min nicam illahi bi annaga inoo ahayd maxay wax kale inuu ictiqaadsanaan lahayn hadda
لكن إلهي بأسكسو هجاجية في زمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بل في مصيبة النبي عليه الصلاة والسلام يؤمدي سكل عدو أها ويلك النبي نولنت إبراهيم أها مركا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الشمس خصفت قرح ذيبال لما ذوبي خصفت واتن استعمالي صديح الله استعمالها لكن مقعي إلا استعمالها بك كلوة لمت أن الشمس قرح ذي خصفت ولما ذوبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في زمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي تدخيب مقلي وحدها هي نبي عليه الصلاة والسلام مثل نواقه وضدك يسوق نواقه وياري وركالي كالي كالي كل جنة بكالي أنت مقال هذا مدينة جوك تمركا الصلاة جامعة مركو النبي قدتك أول نواقه ينا إرقى سال الاستعمال جرتي الاستعمال جري وحل له جري الصلاة جامعة صلاة واتي دتك كل من يسا كالي 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 ساسا ليسوق ياري فاجتمعوا دتك مركي ويمادين حي لي وحي آمين سنايين iy haya marka aha u shataagan iy nabiga isugu yeeray war ba jirawi binaadanku waa war jacal yahay fajtamu wa way kulmeen wa taqaddama nabiga cali sallallahu alayhi wasallam horay buu istaagay minbarki fa kabbara wa takbir saday wa xirtay salaadi wa salla arba' rak'at afar rak'adood buu tujiye fi rak'atayn ah wa arba' sajdat wa tujiye laba rak'adood laakin afar rak'adood ay ku dhici jirtay afar sujuudoodna leh iyo nabiga tujiye salaatullahi wa salaamu alayhi oo salaada markaa la tukanayo way ka duwan tahay salaadaha xilliga kale la tukado oo say u dhici kareysa waxay u dhacaysa misalkeedu markuu imaam shaafiic tilmaamay wuxuu yiri allahu akbar imaamku waa xiranaya salaadi qoraxda madoobaanaysa way madoobaatay waynu aragna allahu akbar salaad baynu xiranayna allah xigiisayna u qararayna waa ku salaada marka la xirto faatixadu bilaabaya markuu dhameeyo suuratu baqara oo akhrinaya waa misal مركو دمييو سورة بقرة الله أكبر بولي والركوعية سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم انتي كلوات أي ركوع سنانية محل سوق يا مركا لقصة وصرانة قنية ما يسمع الله لمن حمده مركا ماها مركا الله أكبر آل عمران مضبط وقبنية مركو دمييو الله أكبر هدنا والركوعي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم مركا نورها يا سمع الله لمن حمده halka waa ragcad soma laakin ma qamar bu rukuucay laba mar bu rukuucay ragcada labaadna waa sidii oo kale samii allah liman hamida wa sujudaya wa sawfa dhisanaya hadana waa sujudaya hadana waa soo istaagaya faatixadii buu akhrinaya markan markuu dhameeyo suuratu nisa allahu akbar subhana rabbiya alazim samii allah liman hamida ma dhahayo xub bilaabaya suuratu maida ayu dabada u qabanaya مركو دمي هدنا الله أكبر سبحان ربي العظيم هذا الله يا سمع الله لمن حمده مركو والله برك عضوت لكن فعليا محيته هاي مدي بو والله بس ركوع بالله مركو وأفر رك عضوت والله برك عضوت أقول ذي هذا هدنا محي الله هاي أفر سجودود بالله إن الله بدي رك عضوت صلاة الصبح وكلام مركين تكلم أنا بتعية المسجد أفر سجودود بالله وهل كرك على بس سجودود بالله تنينا واسدي وكلام مرك meeshii labada sujuudood ahayd baa laba rukuucna loo sameeyay waana hal raqcad weeyaan intaas marka salaada khusufka iyo kusufka sidaas loo tukanaya aayisha marka iyadoo noo soo koobtay intii dhacday sidaas ay ku tilmaantay fajtamacu way kulmeen dadkii wa taqaddama wa horkacay nabigu calayhi salaatu wasalaam fa kabbara wa takbiir saday wa sallaa wa tujiyay dadkii arbac rakcaatin afar raqcadood fii raqcatayni ah wa arbaca sajdaatin iyo afar sujuudood وعن أبي مسعود وحلق ورنا يا عقبة بن عامر بل يرهذا الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه ريب ذربوها قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحيري مركز خطبة لا استاقي أبدي رقع عدود ما تجي أدو استاقي النبي عليه الصلاة والسلام محا حيقي الدونة محل الشيقي الدونة لقاها ودا تاقن هذا مركز خطبين يا نبي وحيري إن الشمس والقمر والقرح ذا نادى ركتاني يدي حبا آيتان ويانا والله آيضوت والله علامة أو كتسين يدلالة وأه إلهي وحدانية ذيسة عظمة ذيسة إلهي سبحانه وتعالى حيال أرور والبي هل كاكسوا بحيسة هل كاسين أود عيسى بري انت كتما دي قلبيتك أود عيسى أدون كودن أيام مامولي أمرك إلهي وي سبحانه وتعالى بيشن وينو أرقنا صدن كي عيشة ومر بي صور لنيسة حدنا وي دمانيسة يا نظام كاكو وذا رب العزة جل وعلا أود يا سي رب العزة جل وعلا
qoraxdan aynu arkayno kuleelkan iyo iftiinkan xagee ka keento sidaa dabka ugu horinaya ilaahay baa garan kara subxaanahu watacaala cadamadiisa weeyaan weynankiisa aaya min aayaati illaahi weeyaan ina ashamsa waalqamara aayataani waa laba calaamadood oo min aayaati illaahi ka mid a ilaahay aayaadkiisa yukhawifu allaahu bihimaa ilaahay labadooda wuu ku cabsi gelinayaa cibaadahu addoommadiisa wainahumaa labadoodan ma aragtaan laa yankasifaani uma madoobaadaan limowti axadin qof geeridi uma madoobaadaan haddaad aragtaan labadoodoo mid ka mida uu madoobaaday laa yankasifaani u madoobaan maayaan limowti axadin min annaasi qof dadka ka mid ah walaa lixayaati iyo noloshiisa toonaba intaba midna u madoobaan maayaan maxaana laga doonayaa marka idaa ra'aytum haddaad aragtaan minhaa wax ka mid a haddaad aragtaan qoraxdi iyo dayixii oo madoobaaday fasalluu tukada waa kow wadcu llaha ilaahay barya xataa yankashifa ilaa uu idinka faydmo maa bikum waxaa agtiinna ahaaday qoraxda iyo dayaxa ilaa ay ka faydmaan saddex hawl baa inoo taalla kow waa salaadii labo waa in ummaddii la wacdiyo oo la waaniyo istikfaar lala yimaado oo ummaddii istikfaar ay la timaado rabbi xaggii tadaruc iyo tamaskun iyo tadallul ilaahi ah waata saddexaadee waa sadaqa wixii la heli karo masaakiinta lagu sadaqaysto soo ma dhici karayso inuusan dayaxaaba dib dambe usoo noqonin haa way dhici karaysaa soo ma dhici karto qoraxda inaynan dib dambaba usoo laabanin haa way dhici karaysaa waxa kuugu dambeeya marka adoo ilaahay xaggii u cararay oo istikfaar la yimid oo toobadii la yimid oo masaakiintii wax ku sadaqaystay oo dariiqaagii hagaajiyey ha noqoto saddexdaa shay buu nabigana faray salawaatullahi wasalaamu calayh وعن عائشة وحل قورنا يا رضي الله تعالى عنها قالت وحي تري خسفت الشمس قرح ذي باب مذوبات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس النبي قال استاقوا دتكو أي تجيي فأطال القيام النبي قال عليه الصلاة والسلام استاقبوا ليري حي لوحي كحرنت هاي بالا لها استاق صلاة انت قرح ذي مذوباني سامضيح مذوباني استاقى كالدر xilliyada qaarkoodna wuu gaaban yahay xilliyada qaarkoodna wuu dheer yahay waa laga yaabaa saacado saacad wax la mid ah wax ka yar intaa inay noqoto way dhici karaysaa uma rakacaa markuu qiyaamkii aada u dheereeyey haddana waa rukuucay fa ataala rukuuca rukuucdii buu dheereeyey intii in la-eg uma qaama haddana waa istaagay fa ataala alqiyaama waa ragcadii markuu ka sare noqday qiyaamkii labaad weeyaane hal ragcadii koowaad macnaha suuratu nisaa buu akhrinaya suurata aali cimraan buu akhrinaya markii hore boqor buu akhriyey hadda aali cimraan buu akhrinaya wa huwa duuna alqiyaami alawali laakiin istaagan labaad ragcada koowaad wuu ka gaabnaa kii hore wuu ka yaro gaabnaa uma rakaca haddana waa rukuucay fa ataala rukuuca rukuucdii buu dheereeyey wa huwa duuna arukuuci alawal rukuucdii hore wuu ka yaro gaabnaa uma dabadeed nabiga calayhi salaatu wasalaam sajada waa sujuuday wa ataala sujuuda fa ataala sujuuda sujuuddii buu dheereeyey ثم فعل في الركعة الأخرى ركعة ذي كلانا وكسميه مثل ما فعل في الركعة الأولى سيدو سميه ركعة ذي كواد والركعة ذي كواد سيدو أتو كذيب وطيل لبعدنا أتو كذيب النبي عليه الصلاة والسلام معناها ركعة والبا والبا الركوع أف الركوع وما شاء يسوق إيمانيس ركعة والبا وحي لذا هلا بس سجودود أف السجودود بيالا نيسا قود أهانا مرك الله يسكو وضدره والبا ركعة ذوت ويضو لنبا ثم انصرف كذب النبي صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس يدو قرحد أي فيدنتي أي صلاة كبحي فخطب الناس ضدك بو أخذ بي فحمد الله تعالى إلهي بو أماني إلهي بو أمهد علي فحمد الله إلهي بو أمهد علي وأثنى عليه إلهي بو أماني ثم قال الضبط يدو حيري معنى افتتاح بو النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم كاسو أها إلهي مهدي أمهد علينا سبحانه وتعالى إيوه أمان إلهي وأمان أيوه كذب الخطبة ذي سيوحا كم إدها إن الشمس والقمر آيات ويان ومن آيات الله من آيات الله كم إدها آيتان ويان لبا آيات أو من آيات الله إلهي آيات كيسي كم إدها لا ينخسفان أم ذوبان مايان لموت أحد قف قيرذي ولا لحياتي ينلوشي سبا فإذا رأيتم ذلك أرنكا هداد أركتان فادعوا الله إلهي بريا وكبروا إلهي التكبير صدا وصلوا تكذا وتصدقوا وحصدقيست وكامرك سدح دي الشيء بو هلكا النبي قال انه شيء واها ان الهي لبريو او الهي سبحانه وتعالى ذكرك صلى بديو طلبات ان استغفارتي لو دداله يا صدقتي ايو ان لو دداله صلاتي انت الله اماده بو النبي يري صلوات الله والسلام عليه ثم قال كدب وحيري يا امه محمد وار محمد امتي ساي والله ما من احد
مجرو إلهي بان كل دارنا يا ما من أحد قف مجرو أغير من الله إلهي كهنا سبذا إلهي قف كما صير بذا أما كهنا سبذا مجرو هو معناه وين نقلنا قف بن آدم كوح وح جرال ما تابتانا حقي سأن لقى سومرين هذا هدي تاسي جرتو أوجو إلهينا سبحانه وتعالى وحونا جعلين باجرة وحوسن جعلين إلهي باجرة أوام حي من أن يرى عبده من أن يزني إنه زنيستو عبده أدون كيسة معنى أوام حي إنه إلهي أرك أدون كيسة أو زنيسانية أدب إلهي وجهنا سبحانه وتعالى ورموحنا كوبا نيني بعد الله إيمان إسح ورواسدي أدون كيكي وما تسقبتي دواسدي إلهي أدب وجهنا سيام وجه مسيرة وحتى الهديد به أو تزني أم إني زني ستأمته أدون تيسي قفك الدمر كهاوي يا أمة محمد ورأمة محمد أمة ديساي نبي عليه الصلاة والسلام وحي الله الليا أمة دي أوردن ما أنت مركا جوكتي أوكلي إنك والله إن الله الليا وهذا الكوى إن أورد عيا يا أمة محمد والله إلهي بان كل دارنا يا لو تعلمون هداد أكتهين ما أعلم وحن أغهي وحن أغهي هداد أكتهين لضحكتم قليلا إن يربت غسلي لهيذان ولبكيتم وادؤي لهيذان كثيرا إن بذن إن بذن وادؤي لهيذان ومعن هو محي وحان أغا هاي نبي حولج إذا صلوات الله والسلام عليه وحا إلهي تسيئ إساق يعني إنه أركن إنه واتين نبي عليه الصلاة والسلام اللي قاضي وجنذي أتقي وصوى أركي ذاتك قلي يصوى أركي نارتي وصوى أركي ومدى سيد الله عقابي وأركي إلهي سبحانه وتعالى ذاتك عاسيي هذين أغان لهين نارتا إن قدام بيسا يوحى اللقو قليو إن يرنواد قسل الله هيدين إن بذن نواد أوي الله هيدين أنس بن مالك بحديث كانوا كلا ورين أيي أبي دردابا ورين أيي نور مرو كلا دوان بيد عضي نبي عليه الصلاة والسلام انتو أركي مالين يقول آدو قسل يا صحابة ديسا أيو هذا الكاسو كلا كويري والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله إلهي بان كل دارنا يا إن بذن نواد أوي اللهيذين هداد أكتهين وحان أغهي إن ير نواد قسل اللهيذين دي بدانا انتاد أبا حذان باد أوي اللهيذين وليب وأدوم بما إذن لقتين ودقاقي اللهيذين وأدوم بواتكتقي اللهيذين واتكزاهيذي اللهيذين لكن محاكينا يا إن أدونك إلا جعلاده وحوليه إلا جعلاده آخرا لها المنسية قف حول جعل مجره إلا ساعد حول جعيلك قلبي سكو مجرت آخره قلبي سكو مجرت قيري واتو النبي نيري صلوات ربي وسلامه عليه مركو كهل لي قيري ذا أكثر ذكر هذه من اللذات واحد بذيسان كان معاني ذا ضدكي إسجعلاك لقاذا إيه قيري ذا محايلق قيري ذا مركي قلبي أقا كتا قنتهي وحن بقي مكولي يلان مايان الدنيا ذا ورميان قاري دونا طلو ميان أنو استعمالي دونا وحن محانا هدبا قولي قانا يا عيد يقدم بيسو أنا جو حيسو بحين يسميه جرتما يا ما أنت عبان وحيجي هور مرسنايا أنا وحيجي سي هور مرسنايا وفي لفظ إنه وح كسو أروري فاستكمل أربع ركعات النبي جو وح لما يسترت أفر ركعات وأربع سجدات أفر سجودات ومعنه لكن وامحي أفر ركعات أفر سجودات وليمت لكن والله برك عضوتهم وهم الله برك عضوت ويان وأنا بموسى الأشعري وح لجوري رضي الله تعالى عنه قال وحيري خسفت الشمس قرح ذا مذوباتي في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام نبي قواك عي صلوات الله وسلام عليه فزي عن إسوغو أرقق حسن نبي قوا يستاقي صلوات الله وسلام عليه إسوغو آدو أرقق حسن محول لا أرقق حيا حليا جرتي نبي قوا عليه الصلاة والسلام آدو أرقق حجري حليا ذا تنا كم إذا هيد تاني مركي ليا بقى هيدا حليا جري لكن نبي قوا عليه الصلاة والسلام هدو أركو جوي جو إزبدلي وآدو أرجع حجرة وح كم إذا حضي أنتي ضرورة صعرة عرك السومة ذو بعده ضرورة أنتي صعرة عرك إذا صوقبتي مذو بعدي آد بو بقنجري عايشة وح تري سو وجهي سكربة كم وقته وعبس كم وقته أياد أرك يسأينو جورج سوق له يبحيو سوق له يمرك معنا إلا والرب يماذو مركز النبي عليه الصلاة والسلام آدو فرح حجري وصوبته بقنا يا وح يا هيد قوم كي ديب أدور إلى هيمر كوكو الرمي أصحاب الأحقاف محا الله يري سبحانه وتعالى ضرورتي عركو إذا صوحي رمارك يا أركين هذا عارض ممطرنا لكن محال لو قد جوابي هذا أيضا جوابتي دي بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها
ما أها وحن الرب لكن الله وحيره وضبايل عذابه إلى هاي وكبا بإنيه كعرب تري وحي أردن مركا محاي أغيسية إنو الرب يهي وحن ينكله نبي قوى بقنجري صلوات الله وسلامه عليه وحيابيه لقى قرنجري بكمد أهيد وجيسة صلوات ربي وسلامه عليه مركا تنوي كمد أهيد فقام النبي قوى استاقي فزي عن إسوق أرقق حسن يخشى كبقنا يا أن تكون الساعة إني نقطة سعد قيامة حيال سعد إلهي ينبأك يسألونك وأتو ربي سبحانه وتعالى وحي كويدين يا سعد قل إنما علمها عند ربي روحي كويدين يا إنما علمها عند ربي سيدوك ليس قنا سعد قيامها وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة إن لو ذهب لعكرت محاكو قيسي أذيك ما أوجد معني علمي أمليهت صوصي تهدنا النبي يقول إنه شاق مالين تأيتها ومالين جمعة وربوا بعد صلاة العصر لكن واتي ما قرن كرنه إلهي بقى قرنه يا مالين تجمعة ذيته لأنه مشي إن صنعت كأي بشيء يوحى تهيتونه يخشى يسوق كبقني النبي يقول أن تكون إنا النقطو الساعة ساعد قيامها هيد حتى أتى المسجد النبي يقول صور رقاقي إلا مساجد كييمد فقام واستاق يصلي يسوق تكنا بأطول قيام استاكي وقول ليرا وتكذا النبي عليه الصلاة والسلام وركوع يا الركوع تي يقول لي ريدي وسجود تي يقول لي ريدي انتبه ما رأيت أبو موسى الأشعري وحي رمانا أركن يفعله إسوغ السيدة يالي في صلاته صلاة إسوغ السيدة يالي قط ولي غيبة صلاة كإستاق دير أو كالركوع دير أو كالسجود دير أو النبي قول نتيجي ولي غيبة أنا أركن ملح معنوه وامحي وماشي علماء ذو مركي تلمام يعني ما مشافعه كالوح اللي سورة بقرة اللي إستاقي بعد الفاتحة إلا أقبل ركوع سناهدنا أما كوب الدوبة سمع الله لمن حمد مرده هنا واستاقي فاتحة ذي بو أخري آل عمران بو أخري عفوا آل عمران مركو أخري هذا نوار ركوع إنتي إلا أقبل ركوع سنا ولسكو صدر مرك وتقريبا لح بقول أو آيضوت يزيادة ولبا أي النبي قلت صلوات ربي وسلامه عليه مرنا التاقنا مرنا الركوع سنا إنتا إلا أقبل ركوع سنا مركا وهول درويا سجودين أو اللمد يضنا انت ان لاقنا واسجود سنة دقيقة هضات كود ده هذا قيل هذا كود نعده دقيقة حكواك الله قاعد شيئا يا ثم قال الدبد النبي قوي حيري خطب الله استقوى حيري إن هذه الآيات آياتها المعركتان التي يرسلها الله تعالى إلى هي أصدر أيه لا تكون أهان ميس لموت أحد ولا لحياته آيات ويان إلى هيبة صدر سبحانه وتعالى إلا إن برارجيو لأنه ورسعد ودوذي وكذا قولوا ذا يوم ذوباتي الدون كلنا ويدعي كريسة هذي لعضنا تاسي واتي خلاص إيكو تغيسي لكن زمن كان أي نجوغنو ودعي كرتا قاردا إني كم ذوباتو ودعي كرتا دور ودن إني كم ذوباتو ويدعي كريسة ودمبضان وقاردا كوذي يالي إني كوذا مذوباتان يوحي اللامتا لكن هذي دوني ذو لن دعضو خلاص ويتاسي تكتاي مركا مركا إسئلالية ويان وحنا دار كيسان حنو نظن يرير معناها وحي كتوسين ايان قيري ذي نردوده قفك مركو صوح حنو صاني حالا دي جرينين وين ودكي وهي قانا مركا لصوق بان يوكا قران ايا إذن قرح ذن يدي حن مذوبان ايانا وحي نتوسين ايان ودكو ذي وآه مالنت إلهي بقاضي دون ايقو دنبا إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت خلاص النبي عليه الصلاة والسلام قفك دون ايا رأي العين إيش إنه سوى كوها يقيامه إنه أركوه ها آخرية إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت سد حدا صورة بوحي إذين تلماميان قيامه أو تاقن بإذين تلماميان ومحال لقو الشيء إذا الشمس كورت واتي ليري إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت حدقه بابربورة يوحو لن كل بابه ويان كون كي أين النقاني إيا الدنيا ذي أين النقاني اسمه ذي أي إسبدل كل عياه كل واس بدليان مركا وآية من آيات الله ويان وأهان ميان لموت أحد لا تكون وأهان ميس لموت أحد ولا لحياتي ولكن الله سئل هي يرسلها وصادر يا آيات كني يخوف بها إسوء كعب سجلين يا عباده أدوم ذيس ووحني وعب سجلين ويان مركا ووحى إيمان يسمعلنا لذن كقاضن دون من أجدينه ورادوم يهو استقبت استبقى بويان والدقنين لين السين أيوه فإذا رأيتم هداد أركتان منها آيات كاوح كمذا شيئا وحن كمذا هداد أركتان فأفزعوا أدقدق أو عرارة وأرققحة إلى ذكر الله إلهي ذكر يسوء أرققحة ودعائه إلهي بريد يسوء أرققحة والاستغفار ما واستغفاره إلهي دم بالله في كيسة
iyo salaadii u degdega intaa marka qorraxdii iyo dayixiiba hadday madoobaadaan taasaa marka laynaga doonayaa baabu salaati alistisqaa halkaasaynu ku soo dhaafnay halkan waxaynu ka gudagelaynaa salaatu alistisqaa oo iyana ka mid ah sunnooyinka lumay ummadda maxaa yeele qorraxda hadday madoobaato wax salaad aaday arki maysid qof walba wuxuu rabaa inuu fiirsado oo maxaa ka fiirsanaysaa wa aaya min aayaati illah ee ilaahay u cararoo salaad gal oo sadaqadii la imow oo dikriga ilaahay badi oo istikfaartii badi oo ilaahay xaggiisa u tadaruc jalla wacalaa istisqaaguna waa la mid abaar yari ma dhacday waxaad la yaabaysaa qaylada inaga yeeraysa beryahan aan maqlayay qaylada inaga yeeraysa caalamkaa loo qaylinayaa war ma isagaa roob haya wuxuu ku siin karayaa waa markab hadduu u bato oo kuu gac ilaahayba kuu dubeeyey subxaana wa tacaala oo weliba ay tahay galleydii la garanaya dagaalkii labaad ee dunida maraykanka uu meel dhigay ee meeluu geeyey uu waayey taasuu ku siinayaa kaaga abaal sheeganayaa weliba war ma ilaahay u carartii jalla wacala oo ilaahay subxaana wa tacaala isagaa gacan weyne ee roobna haye ilaahay roob buu kuu keenayaa jalla wacala ma dhicin qolo salaadan daa'imto ilaahay roob la'aan uu dhigay subxaana wa tacaala maxaa yeele waa tadaruc iyo tamaskun ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa aad u carareyso hay-adaadii iyo sifadaadii baad beddelaysaa sadaqadii baad la imanaysaa istikfaartii baad la imanaysaa waad dadaalaysaayo wixii dulmi iyo macaasi ahaa oo dhan baad joojinaysaa ilaahay baad u cararaysaa inaad addoon ilaahay tahayd ilaahay u baahan tahay baad tusinaysaa ilaahay waxba kuu waayi maayo abadan ma dhacayso inuu ilaahay wax kuu waayo jalla wacala salaatu alistisqaa laakiin laynagu kari waa waa can cabdillaahi ibna zaydin waxaa laga wariyay ibna caasimin almaazini radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi kharaja annabiyu sala allahu calayh waalihi wasalama yastasqi nebiga calayhi salaatu wasalaam baa soo baxay isagoo roob doonaya roobdoontu mararka qaarkood waxay noqon kartaa duco keliya iyo ilaahay oo istikfaar loola yimaado waagii cumar radi allahu tacaala canhu ardaa yaa nin wuxuu yidhi cumarow roob la-aan baa nahaysa markaasuu cumar wuxuu ku yidhi istakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara istakfiru llah walow ilahay dembi dhaaf weydiista maxaa yeelay musiibo ma timaado ilaa ilaahay wuxuu ku qaadaa musiibada iyadaa toob iyo istikfaar musiibana ma imanayso ilaa dulmi iyo macaasi bay ku timaadaa hadday musiibo aad aragtaan sabab baa keentay sababta keentaa waxay tahay dulmi aynu la nimid iyo macaasi aynu la nimid iyadoo la qaadayna arki mayno ilaa waxa lagu qaadaya waa tawba iyo istikfaar ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa ay la yimaadeen marka hadday istikfaar la yimaadeen roobkii waa imanaya dadka ilaahay baana qur-aanka inoogu sheegay nabiyullaahi nuux qisadiisii istakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara hadalkii ugu horreeyay muxuu ahaa yursil asamaa calaykum midraara iyo dararaysa ayay idin soo da-aysaa sidaas weeyaan xadiidka anas ibnu maalik isagoo nebigu calayhi salatu wasalam minbarkiisa saaran yahay maalin jimcaa waa tii uu ninkii u yimid ee ku yiri rasuulka allow halakat annaasu waalamwaal wanqaacat isubul dad iyo xoolaba waa dhinteen waddooyinkiina waa go-een safar socdo ma leh maxaa yeele abaar baa dhacday aan ciidana reebaynin xoolihii dhammaysay oo dadkii dhammaysay oo udcullah an yuqiithana ilaahay noo bari inuu na waraabiyo nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo meeshiisii saaran buu ilaahay baryey jalla wacala anas ibnu maalik oo xadiidka warinaya wuxuu yidhi cirka wax daruura kumaanaan arkaynin laakiin xaggaasaa waxaa ka soo baxday daruur yar aad moodid sida war gaashaankii oo kale wareeg ah siday u soo socotay markay bartamaha cirka timid ayay isfidisay nebiga minbarka muunan ka degin ilaa roob nagu bilowday salaad markaan ka baxnayna waxaanu ku baxnay roob maalintaa jimcada ahayd wuu noo da-ay oo sabtidii buu da-ay oo ilaa jimcihii kale isagoo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu minbarka saaranyahoo khudbaynayo isla ninkii ama mid la mid a iriddii qudhadkeedii ka soo galay markaasuu wuxuu yihi rasuulka allow dadkiina waa dhammaadeen xoolihiina waa dhammaadeen waddadiina waa go'dayba shalayna maxay la go'day abaar maantana maxay la go'day roob iyo biyo wax nicmo inama celin karayso waynu ka eed sheeganaynaa abaar iyo dhibaatana inama celinayso waanu ka eed sheeganaynaa meel inoo roon ma leh bini aadan meel u roon ma leh nebiga calayhi salaatu wasalaam udcullah ilaahay noo bari oo maxaa ilaahay lagaaga baryaa shalayna inuu roob keeno maantana inuu roobka naga celiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu ilaahay baryey subxaanahu wa tacaala allahuma xawaalaynaa walaa calayna ilaahayow hareeraheenna yeelo dusheenna ha yeelin ilaahu buuraha iyo kurta iyo meelaha xooluhu ay nabaadka oga soo baxaya ilaahu yeel
مركي وقرح بأنه كبح نبي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مركا إن صلاة بريدي لبضي إلهي سبحانه وتعالى تكلوح على قاذنا يا حديثا إن صلاة الله عرره صلاة لتو كذا جرت أيضنا كدوان صلاة هكلا وسيو كدوان تهي لبرق عضوض السنة أويا وحي كم تهي صلاة هلا للجهرية لبذي الرق عضوض إلا تكنا يا أفرت الرق عضوض أها كسوفكي وخسوفكي قرح مذوباتك ولا للجهرية الصلاة الاستسقاء ولا للجهرية أيضنا صلاة عيد ولا للجهرية تجمع هذا ولا للجهرية كله ولا بلا برق عضوضه كله وذنا وجهر ويان مركا ولا للجهرية سيد عيد أوكل ويان تماما سيد عيد أوكل لو تكنيا لو ذا الرق عضوض بل تكنيا كذبنا ولا خذ بينيا وأن مذهبك شافعي ذا إقبان حديث كانوا تلمامي مذهبك إحنا بلا ذا إقبان كله قد سيدا سويان محيل حديث كان النبي سيداها صلوات ربي وسلامه عليه وعكسك جمعها أوكل ويان لابد الرق عدود باسوه الرئيسو والتوكانيا كدب خطبة دي لفوليا أولا خطبينيا انتو النبي خطبينيا صلوات ربي وسلامه عليه وحي أبو سمية وحاكم دها النبي عليه الصلاة والسلام وحي الرقي قوي وقبي رأسا على عقب كل جيسبة وسيء الرقي حقي هوسيه إن قعبو أها وهونا حقي هوسيه حقي سراء هوسبو مريي حقي هوسانا كربو سو مريي dhanki isaga soo xigay gadaal buu mariyay dhanki gadaalna kor buu soo mariyay oo maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay ilaahu xaaladan aanu ku suganahay sida nooga rog oo abaartan ina haysata aran inoogu bedel adeynu tukan lahayn ilaahi waa inaga rogi laha oo masaaibkan iyo dilkan iyo balaayadan ina haystaan ilaahi waa arar lahayn aran iyo nabad buu ilaahi inoogu bedel laha laakiin united nation kii inaga cilni haday shaqo hayaan inaga shaqo inaga dhiganayaan لكن ربي إنا نشقة تجنا النجوى نكرويني جل وعلا مالهم والبعض مغلسة يناد نيشن كيبا كل حجرة يا حقة يجا تجي حقة سي آذين يوميا أوباهنا والرب يبان أوباهنا هي جل وعلا عد كلام أباهنين واقع وعن عبد الله بن زيد بن عاصم من المازني مرك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحير خرج النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال الله صباح يستسقي سوق الرب دونية فتوجه إلى القبلة قبلة أجستي يدعو سوق الله بريه ويحول ورغي رداءه قيسينا ثم صلى دبدين دو تكد ركعتين جهر فيهما لبداس او لجهريه بالقراءه وفي لفظ نوحا كيمد اتى المصلى مصلوه النبي تجي صلوات الله وسلامه عليه وعن انس بن مالك وحلقوري رضي الله تعالى عنه ان رجلا نن ايا دخل سوق المسجد يوم الجمعه على باب كان نحو دار القضاء الباب كو أدنى هذا ماشى دار القضاء وواجع عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أيو كسو قال يضو ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم أتاقنيها ويخطب خطبين أيو يضو النبي قن أتاقنيها صلوات ربي وسلامه عليه وخطبين أيو ننكن سو قالي فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وحيو كسو آذين النبي عليه الصلاة والسلام أتاقن وخطبين أيو ثم قال دبدين النبي قل الله الله وحير يا رسول الله رسولك يا الله هلكت الأموال حوله وهلك سمين وحي دتك أي لهاين حولها لما ذي وانقطعت السبل والدوين كي سفر كان واقعين فادعوا الله إلهي النوبري يغيثنا إنو نورابيو ماشان مركو وحاكلو اللقاء قادنا يا علمدو يرهدان قفك خطبادا لقيسين يا إمام كوا وضحاد لكران لغوين ماه حيالي ننكن دادكي خطبادا لقيسين أيوها نبقنا وخطبين يا صلوات الله والسلام عليه لغوي بات كل عدل مردهين وحن سواركني إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت لغوي بات كل عدل لكن تنو كلي لغوي من نقونيس مركا رسولك عليه الصلاة والسلام بقول الله الله يوحي الله فادعوا الله إلهي النوبري يغيثنا إنو نورابيو قال وحي يري فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وحالده وهي كمتها هي كلية قفك خطبين يقعمها كور أتاقي كريو ما بنانا دعوينك كلا إنو قعمها كور أتاقي ما بنانا بدعويا فادعوا الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه رسولك على قعمه سكور قاضي ثم قال الدبدين وحي يري واكن اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا إلهنا ورابي إلهنا ورابي إلهنا ورابي قال أنس وحيري فلا والله ما يئ إلهي بان كل دارته ما نرى في السماء سمد كمانا أركيني من سحاب ولا قزعة قبل يرنا كمانا أركين سحابك هو ضرورتي ويان واحد ضرورة يولب إن يرحتا كمانا أركينين وما بيننا وبين سلع وبور مقعيد ويان مدينة أنه أركي النبير بورتا سيل على يراهضو إيا أنقنا وح نورد حييبا ملاحين من بيت وح قرئة ولا دار إيا دار تونبا قال وحيري
فطلعت من ورائه قداشي سبورتي باوحا كالصوبة حي صحابة ضرور مثل التروسي سيدا أدمودد قاشانكي وكلاه وريق يرى ضرور ير أي هلكا كالصوبة حي جبل كالسلع لي راهضو. فلما توسطت السماء مركي عرك برتميه سيتمد انتشرت ويف الدي ضرورتي يريد با إلهي في ذي سبحانه وتعالى وبقدرة الواحد الأحد إلهي قدرة ذي سوي جل وعلا أنا سوحيري ويف الدي ثم أمطرت وروبي كنتي قال وحيري فلا والله إلهي بان كل دارنا يا ميئة ما رأينا الشمس ما نن أركين قل رحدي سبتا يعني ما لنت السبت إن الجمعة هيد سبتي بسوق ليس إلى سبتي ذي ذيك لو جمعيه كلا أي بحيسي وحقوا الرحمن أرك وما قال ذي الروب أم باسيدة أقود أي مركا روب كي باسيدة إنه أقود أي قال وحيري ثم دخل رجل نباسوق لي من ذلك الباب في الجمعة المقبلة جمعه حقا جمعها مكيبو أها مكوكلو أها انتبوا الله الشيقة يضعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس رسولك عليه الصلاة والسلام أتاقن يهو يضدك أخذ بينيه فاستقبله قائمة سيدي أوكلوا النبي عليه الصلاة والسلام هور استاقن يسوق أتاقن ماشي فقال مركز وحيري يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل شلي محولها انت نمبولها ما انتنا انت نمبول ليه هلكت الأموال حوله نوى هلك سمين حوله مركي أبار سو مرانا روبك وإسراعية وانقطعت السبل ودوين كينا واقوين فادعوا الله إلهي نوبري يمسكها عنا شلينا محيي هيد أغيثنا إنو نورا بيه ما انتنا هنقاح يستيلهي قال وحيري فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه نبي عليه الصلاة والسلام سيدو القعميه سي طيب كاها شال كور وقاضي وما انتنا كور وقاضي ثم قال الضبديد وحيري اللهم حوالينا ولا علينا اللهم إلهيو حوالينا هريره النيال روبكا ولا علينا كركي النهييل حق نصر رمقال روب مجي عليه إلهو نقاط لكن ضدك هريره جوغي رميقا حبا أولي بماي وين ربان ونعم إلهي اللهم إلهي وحوالينا هريره النيل ولا علينا كركي النهيل اللهم إلهي وعلى الأكام أكامكو إيه والطرابي وماشا إنو كردهنو مئلولك السره إيه كرتا إنو دهنو إيه ماشا وهويا لولك التاقة داقسنكا إلهو ميلها إيال وبطون الأودية وهذه يدع على الله هذا وماشا نقا وكسو بحبيه أي دقان إيه ومنابت الشجر ميلها قيدوها إيكبحان إلهو إيال قال وحيري فأقلعت ويفيدنتي ضرورتي بوي قاضيبة وخرجنا وابحني نمشي أنا وكس عنينا في الشمس قرح كس عنينا قال الشريك أنس كورينا يبا وحيري فسألت أنس بن مالك بان ويدية أهو الرجل الأول ننك مالين تلبات صوغة لجمعيه اللبات ما جمعيه كوات كي صوغة ليبو أها قال وحيري لا أدري قرن ما يعنو قال المصنف رحمه الله وحيري الطراب وحا ليره هذا الجبال الصغار بورها يرير أي ليره هذا والأكامنا محالة لها جمع أكيمة ويان وهو أعلى الرابية دون الهضبة وقالولك يرد تاقة أهو دوش سرعين وكما قعونه ودار قضائنا ميشة للي هي دار قضاء عمر بن الخطاب ويرضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب ميل ودار القضاء كسم يستيقوا فرليسين جري وحفيس أولهاوي لأن نبقي أبو بكر ومين اللهين حفيس لوقوي ماذا لكن عمر ميشة صدتك قرصورك كسمين جري وحقنك وكوكا لسمين جري ومحكمة دي وقوه الرسوي إسلامك بذلك سداسا لأنها بذلك لأنها بيعت سميت بذلك سداسا لقوم قعابي لأنها محايا لبيعت في قضاء ديني دين تيسي قوذي تانك إذا ويان والله سبحانه وتعالى أعلم.